أكد الدكتور وليد بن خليفة المانع وكيل وزارة الصحة ما يترتب من مخاطر جراء تهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19، موضحا أن ذلك أدى إلى زيادة ملحوظة في نسب ومؤشرات الحالات القائمة في الآونة الأخيرة، حيث سجلت عدد الحالات المصابة بالفيروس معدلات كبيرة عما كانت عليه في السابق. وشدد وكيل وزارة الصحة على أن صحة وسلامة المواطنين والمقيمين أولوية دائمة ولا يجب التهاون فيها تحت أي ظرف من الظروف، مشيرا إلى أن رفع درجة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتقيد بالتعليمات الصادرة هو الطريق الأمثل لتقليل أعداد الحالات. وأكد على أن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتعليمات الصادرة المعلن عنها منذ بدء التصدي لفيروس كورونا كوفيد-19 مستمرة، مبينا بأنه يمكن من خلال مثل هذه الإجراءات مواجهة مختلف السلالات خاصة بالفيروس بالإضافة إلى الإقبال على التطعيم. ولفت وكيل الصحة المانع إلى الخطط الطارئة التي سيتم تنفيذها من أجل مواجهة التحدي والمتمثلة في زيادة وتيرة الفحوصات وتعزيز عمليات تتبع أثر المخالطين، وذلك لسرعة الوصول للحالات القائمة وسرعة علاجها وتعافيها. وأشار إلى استمرار الجهود الوطنية للحد من انتشار فيروس كورونا عبر وحدات الفحص المتنقلة بشكل يومي وعشوائي في عدة مواقع. وحول الفئات التي ينطبق عليها الفحص العشوائي، بيّن بأنها تشمل القاطنين في المنطقة التي تتواجد فيها وحدة الفحص المتنقلة أو العشوائية، وزوار الأسواق المحلية التي تتواجد فيها وحدات الفحص العشوائية. إلى جانب ذلك، كشف عن الفئات التي لا تنطبق عليها الفحص العشوائي والمتمثلة في المخالطين والراغبين في إجراء فحوصات ما قبل السفر، وكذلك الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض الفيروس. ودعا وكيل الوزارة الراغبين في الحصول على فحص اختياري أو فحص ما قبل السفر التوجه إلى المستشفيات الخاصة المرخصة لإجراء هذه الفحوصات، مبينا بأن قائمة هذه المستشفيات معلن عنها مسبقا ومنشورة على موقع وزارة الصحة الرسمي.